العثور على المدينة الذهبية المفقودة في مصر. أعلن علماء الآثار عن اكتشاف مدينة ذهبية مفقودة عمرها 3500 عام والتي بناها جد الملك توت عنخ آمون، وقد تكون أهم اكتشاف منذ اكتشاف مقبرة الصبي الفرعون الفخمة منذ ما يقرب من قرن. المدينة الفرعونية القديمة المعروفة باسم آتون بناها الملك أمنحوتب الثالث واستخدمها لاحقا الملك توت عنخ آمون، وقد تم اكتشافها في الأقصر. فقد انطلق الفريق في البداية لاكتشاف معبد توت عنخ آمون الجنائزي، حيث تم تحنيط الملك الشاب، ولكنهم عثروا على شيء أكبر بكثير، حيث قال قائد البعثة المصرية زاهي حواس في بيان إنه في غضون أسابيع فقط من الحفر اكتشفوا تشكيلات من الطوب اللبن في كل اتجاه. وتابع حواس: بحثت العديد من البعثات الأجنبية عن هذه المدينة ولم يعثر عليها قط. علماء الآثار وجدوا المدينة المحفوظة جيداً والتي كانت بها جدران وغرف كاملة تقريباً مليئة بالأدوات المستخدمة في الحياة اليومية، إلى جانب الحلقات والأواني الفخارية الملونة والطوب الطيني الذي يحمل أختام أمنحوتب. وقال حواس: شوارع المدينة محاطة بالمنازل، بعض جدرانها يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار. وقالت بيتسي براين أستاذة علم المصريات بجامعة جون هوبكنز في بالتيمور إن اكتشاف المدينة المفقودة لن يمنحنا فقط لمحة نادرة عن حياة قدماء المصريين في الوقت الذي كانت فيه الإمبراطورية في أغنى ما لديهم، ولكنه سيساعدنا في إلقاء الضوء على أحد أعظم الألغاز في التاريخ. لماذا قررت أخناتون ونفرتيتي الانتقال إلى منطقة العمارنة؟ وقد اكتشف الخبراء أيضاً في المدينة قوالب صب كبيرة لصنع التمائم والأشياء الزخرفية الدقيقة والعديد من الأدوات المستخدمة في نوع من النشاط الصناعي مثل الغزل والنسيج، وتم اكتشاف مدفنين لحيوان إما بقرة أو ثور مع بقايا شخص تم العثور عليه وذراعاه ممدودتان إلى الجانب وحبل ممزق ملفوف حول ركبتيهما. وقال الفريق في بيان إن المدينة أعيد إعمارها مرة أخرى عندما عاد توت عنخ آمون إلى طيبة. وأضاف الفريق إنهم متفائلون بإمكانية العثور على المزيد من الاكتشافات المهمة، مشيرين إلى أنهم اكتشفوا مجموعات من المقابر تم الوصول إليها من خلال سلالم منحوتة في الصخر، وهي بناء مشابه لتلك الموجودة في وادي الملوك. وأضاف البيان أن البعثة تتوقع الكشف عن قبور لم يمسها أحد ومليئة بالكنوز.